افكار جديده لبيتي فور الحلواني بالتفصيل والشرح الجميل بتاعها ده بندنت ونوع زي ورق الموز في الفلبين بيتعمل منه اكلات كتيره اسمه بندنت وده تروبيكال ساو فالي او الوادي الجنوبي وده بلومينج مشروم ان رينج وده هاني شوكليت بامبلي بص المشروم ثلاث انواع مشروم جميله جدا وبص التكنيك بتاع الشوكليت والورده من السكر الرقيقه قوي وطريقه التجعيده اللي بين لك بلومينج مشروم اون بارك يعني تفتح المشروم في الجنينه او الحديقه لكن الطبق الجميل ده من الهيبسكس او الكركديه وبصوا رسمه الطبق رسمه فنان والرسمه نفسها على الموس مع الصب مع تلميع الفواكه حاجه في منتهى الجميل هيبسكس باري ماث وشفنا ازاي يعمل بيتي فور بصوا الديكور اللي جوه اللي فوق الديكور والريشه من الشوكولاته طبعا تقدر توقف الفيديو تعمل باوس وتقرا المنيو بالديتيلز انا مش عاوز اقرا كتير عشان ما اضيعش وقتكم برايت فيذر او الـ الريشه البرايت يعني المضيئه وده سنترال بلو ووتر ليلي شايفين الرقه في البيتي فور والديكور اللي حواليه يعني الشوكولاته او الورده وكل ده 14 جرام سريني داب شوكليت نابوت وادي الماكرون ومرسوم عليه وعليه فراشة ده الديتيلز اللي عاوزين نتعلمه ونضيف انديميك سيليون بص كل تفصيلة من الريسبي موجودة وزي ما انت شايفين انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم افكار جديدة واقرا لكم الريسيبي تقدر تقدم بيه في مسابقه او تقدمه في الريستوران بتاعك او مطعم او حتى تفكر تفكير جديد انك تغير اشكال الحلواني اللي انت بتعملها الكورنيه والصوص والحاجات دي لازم نفكر بره الصندوق وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل جديد كل ما بسافر بلد ولا في حاجه جديده او مسابقه بحاول اعرضها عشان نتشارك الثواب ونتشارك الاجر وده سورانديشاني معتقد من